فعلا الخبر البداية كالعادة بتكون عند أخبار نادي الزمالك، والنهارده فريقنا هيستأنف تدريباته الساعة 8 بالليل على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، وده بعد انتهاء الراحة السلبية اللي حصل عليها فريقنا خلال الأيام اللي فاتت. طبعا فريقنا حصل على راحة سلبية لمدة 4 أيام بداية من يوم الخميس اللي فات، وده كان بقرار من مستر فيريرا المدير الفني، وده كان استغلالا لفترة التوقف الدولي الحالية عشان اللعيبة يلتقطوا الأنفاس استعدادا للفترة المقبلة. كمان هيعقد البرتغالي مستر فيريرا المدير الفني للفريق جلسة مع جهازه المعاون قبل انطلاق التدريبات الجماعية النهاردة، والجلسة ديت عشان يتم فيها وضع برنامج التدريبات خلال الفترة المقبلة، سواء التدريبات البدنية أو التأهيلية، بالإضافة كمان للجوانب الفنية والخططية. نفس الكلام برضه هيكون عن تقسيم الأدوار الخاصة بكل فرد في إطار تجهيز اللاعبين بالشكل المناسب خلال فترة التوقف الحالية. كمان تدريبات فريقنا النهارده هتشهد تصعيد عدد من اللاعبين الناشئين والشباب للمشاركه في المران استعدادا لمواجهه المصري البورسعيدي في كأس مصر يوم 26 من الشهر الجاري. طبعا ده قرار من البرتغالي مستر فيريرا بسبب وجود نقص في قوام الفريق بسبب انضمام بعض اللاعبين سواء لمنتخب مصر الاول او المنتخب الاولمبي، كمان منتخب الشباب، بالاضافه كمان لتواجد التونسي سيف الدين الجزيري مع منتخب بلاده، بالإضافة كمان للإصابات المتواجدة بالفريق. النهارده هيوصل للقاهرة ثلاثي الفريق الأجنبي البنيني سامسون أكينيولا، التونسي حمزة المثلوثي، والمغربي زكريا الوردي عشان ينتظموا في التدريبات بعد ما كانوا متواجدين في بلادهم خلال الأيام اللي فاتت عشان يقضوا فترة الراحة السلبية مع أسرهم. طبعا من المقرر أنه هتشهد تدريبات فريقنا النهارده مشاركة الثلاثي سامسون أكينيولا، حمزة المثلوثي، وكمان زكريا الوردي، وفقا كمان لرؤية الجهاز الفني للفريق بقيادة مستر فيريرا، حيث من الممكن ان هم هيشاركوا بشكل طبيعي او ممكن مستر فيريرا يديهم راحه اضافيه طبعا بسبب الاجهاد اكيد اللي بيعانوا منه من السفر.